يسعد مساء كل مشاهدينا وين ما كانوا. وصلنا الى فقره يا هلا بالضيف. موضوعنا الان جدا ممتع وشائع للسيدات والرجال، كل افراد العائله اليوم. طبعا اليوم راح نتحدث عن فن تصاميم الديكورات والتصاميم الهندسيه مع المهندس محمد عدنان حسن، مدير عام شركه اوزون للمقاولات والديكور والتصاميم الهندسيه المحدوده، والمهندس مصطفى ثامر مدير مشاريع شركه اوزون للمقاولات والديكور والهندسه الهندسيه المحدوده. مساء الخير ومساء العافيه. مساء الانوار، اهلا وسهلا، يسعد اوقاتكم، وسعيدين اكيد بلقائكم لهذا اليوم. خلينا نتحدث عن ابرز التصاميم الدارجه لعام 2022، وايضا نتحدث عن المساحات، لكن بالبدايه خلينا نعطي نبذه مختصره عن طبيعه التصاميم وتطويرها في الوقت الحالي. نعم. احنا بالوقت الحالي يعني انه خاصه هسه يعني نلجأ إلى مثلا استخدام المواد يعني الحديثة اللي عندنا، مثل استخدام إدخال بالديكورات اللي هو الستيلس ستيل، أو إدخال المرايا، إدخال مثلا الإعلانات والألوان الفاتحة يعني كبوسترات، يعني استخدام الخشب سواء هو هل هو مودرن أو هل هو باتجاه الكلاسيك أو النيو كلاسيك حسب رغبة الزبون، يعني أنت مثل ما تعرفين يعني. فأكو يعني إدخال يعني خاصة أكو أكثر من مواد يعني مطروحة بالسوق يعني جديدة، استخدام مثلا أكو مرات بدائل الخشب اللي هي توفر للزبون أكو أشياء، أو استخدام مثلا الأرضيات الباركية مثل هذا الاستوديو يعني هسه ينطي فتحه حيويه ويستخدم حتى يعني بالبيوت عادي يعني هو بالضبط كمودرن. زين، هسه احنا قبل ما ندخل بسوق البناء والديكورات والمواد، حتى المواد الاوليه المستخدمه بالبناء الحديثه وطرق والبدائل اللي لها والتصاميم، بدايه خلينا نتعرف على شركه اوزون من خلال استاذ محمد. احكي لنا عن طبيعه الشركه وشنو اللي يميزها عن باقي الشركات الاخرى. شركه طبقه الاوزون المقاولات والديكور والتصاميم الهندسيه المحدوده هي شركة متكاملة إداريا وتقنيا وهندسيا، تمتلك كادر هندسي. تأسس الشركة بدايتها كان بال 2004 عن طريق ورشة مال نجارة، بدأت أعمال بسيطة بديكورات بسيطة لمحلات ألبسة. 2010 بدأت الفكرة الرئيسية مال الشركة أنه نطبق كادر هندسي، أسسنا مكتب بال 2010 ومتخصص بعدة مجالات المعماري والمدني والكهرباء والصحيات. حلو. فأصبح بإمكاننا أنه ننفذ من الـ A to Z للمشاريع بشكل كامل تتوسع، ولحد موضوع تسيير مفتاح المشاريع. تسيير المفتاح أحلى شيء. يعني شنو اللي يميز شركة طبقة الأوزون وليش سميتوها طبقة الأوزون؟ بداية الاسم إجا عن طريق الورشة بال 2004 كان اسمها أوكسجين أو 2. الشركاء بشركة أوزون هم 3 شركاء، أسماءكم كلها أوكسجين أوزون الطبيعة الجو البداية المناخ. البداية أنه طبقة الأوزون هي أشبه بحفاظ على الحماية، الحماية الكرة الأرضية تشكل كلش مهم. الذوق العام بشكل عام بال 2010 بداياتنا يمكن كانت أكو كانت مشكلة، فإرادة كان نوعا ما تهذيب بشكل عام وتوظيف الأمور معينة. فأشبه بحماية ردنا نسوي تنسيق للذوق بشكل كامل. فأنتوا راح تحمون الزبون من كل النواحي، أهم شيء المادية والديكورات، المادية التكاليف. البساطة نتيجة بصراحة يعني أهم نقطة عندنا بالشركة أنه نوفر البساطة بالتصاميم. التصميم البسيط هو كل الصعب. أنيق. بالضبط، كل الصعب، لأنه فكرة لازم بسيطة تكون صح مقبولة للأغلبية، والتفاصيل تكون أصعب لأنه تكون طبعاً أكثر يعني دقة. بالضبط، لازم وتحققين جمالية لازم أعلى ما يكون. وتتطلب يعني هي فينش كلش عالي. صح. اللي هي هذه يعني تكون تفاصيل تكون واضحة. بالضبط، ويعني خاصة أكو من يصير التقاء مواد، يعني مثلا التقاء الخشب ويا الجدار، الجدار ويا الإزارة، أو الإزارة ويا الأرضية. فهذا الفنش يتطلب يعني فتح حرفية كلش عالية يعني بالديكور. هذا شغل المهندس والمقاول؟ لا، هذا شغل المهندس. اللي هو هاي من الشغلات اللي احنا نمتاز بيها، اللي انتم توجهون التيم الكامل للبناء تحت اشراف كوادر كاملة عندنا مختصة، سواء كستافات عراقية يعني محلية نشرف بيها، وعندنا استافات أجنبية يعني بالإضافة لهذا يعني. طيب أستاذ مصطفى، يعني اليوم إنه إحنا نشوف العالم بدأ يتطور، وخاصة المساحات الصغيرة. عادة إحنا اليوم البيوتات اللي منتشرة هي مساحتها 50 متر، اللي صار لها أكثر مقبولية عند المواطن، وبالتالي ممكن هو يعتبر أو يحس بالأمان داخلها. إحنا ما نريد نقعد خلص بـ50 متر هول ومطبخ والملحقات اللي موجودة به.
اليوم قدرتوا تغيرون من مساحة الخمسين متر بحيث تخلوها مساحة يشعر بها بالراحة والاستقلال داخل هذه المساحة الصغيرة للزبون؟ والله يا أستاذ زهراء تدرين شنو يعني أني يعني هسه احنا اشتغلنا أكثر من هذه يعني بس أني يعني هو رأيي شوية مخالف لهالموضوع طبعا يعني يعني أنا أتوقع يعني هي المساحات يعني الصغيرة ده سبب ضغط على المنظومة الكهربائية وضغط على المنظومة الحمولية وغيرها من الأمور. فالبدائل هي يعني إنه أكو المفروض هي دعمها من الدولة يكون يعني إنه أوفر مساحات أكبر أو مجمعات سكنية مثل فكرة بس ما يعني أعتبرها يعني فكرة جدا صحيحة يعني وتخفف الزخم عن بغداد. أكيد. بس فيما يخص الراحة بهيك مساحات وبهيك شغلات يعني مثل ما تفضلتي حضرتك. فاحنا يعني ده وفرنا بها الاجواء يعني مثلا كمنظومات صغيره وكمساحات نحاول نكبر هذه المساحات نعطي احساس اكبر للمكان على مود الزبون يشعر بها بالراحه استخدام مثلا المرايا استخدام الستائر الالوان الفاتحه اذا كلها تعطيك يعني شويه كبر واتساع للمكان وتصميم الداخلي تحديدا تصميم يعني. الداخلي يعني احنا اشتغلنا اكثر من مكان يعني حاولنا يعني خلقنا وحده يعني هو الوحدات هذا نظام الوحدات اللي 50 عاده يصير باتجاه 3 طوابق يعني هذا النظام فخلقنا اجواء سينما يعني وحده من الغرف سينما وحده من البيوت يعني كلش حلوه جبتي بال50 نعم وفرت اجواء سينما سينما يعني غرفه خصصناها للسينما والبلاي ستيشن وهذني الشغلات يعني كلش حلوه صارت الاجواء يعني اذا كانت يعني انت برايك اليوم هي ال50 كافيه انه تضم عائله يعني توفر لهم كل عدد الغرف اللي يحتاجوها هاي لين غرف ترفيهية تعتبر بالضبط وخاصة يعني هاي المساحات هي تضم يعني هسه العوائل الصغيرة يعني أو بالضبط متزوجين أو المتزوجين جدا الحديثين أي بالضبط فيعني أو يعني هم كشخصين أو ماكسيموم عندهم يعني طفل أو طفلين كيف في عائلة تضمن 4 أشخاص تقريبا يعني كأطفال 2 يعني وزوج وزوجة يبقى يعتمد هنا على ذكاء المهندس شلون يقدر يصمم استغلال المساحة بالضبط احنا عندنا يعني الورشة تدعم الشركة عندنا ورشة نجارة مختصة فاليوم الأثاث نقدر احنا نصنعه حتى الأثاث للمساحة اللي تلاقي مثلا القنفة ولا السرير ولا الطاولة ممكن عدة استخدامات تكون لها متعددة الاستخدام فضاء واحد تخلق المساحة ممكن أفضل يعني ممكن الميز هو يتحول إلى ميز تلفزيون ممكن يتحول إلى السرير كذلك التصنيع اللي دي يصنع عندنا صناعة وطنية هو ده يخدمنا بهاي المساحة يعني الأثاث إحنا ده نصنعه كاستمايز للبيت خاص يعني لا هو استيراد تجيبين أثاث هذا أوبشن كلش حلو فكرة حلوة إنه اليوم أي شخص يعني لما يقدم على خطوة أنه يصير تعاون مع شركتكم أنتوا توفروا له كل احتياجاته مثل ما تفضلت من أي توزيت ما يقصدون فقط البناء وإنما حتى تأثيث المكان هو حيكون من شأن شركة طبقة الأوزون تحديدا تسميها طبقة الأوزون حتى مو أوزون طبقة الأوزون طبقة الحماية احنا معروفين شركة أوزون بالضبط بس بالتسجيل الشركات هو طبقة الأوزون الاسم الرسمي طبقة الأوزون عامية هو المتعارف عليه وأنتوا فعلا موفرين الحماية الكافية والكاملة للعائلة اي يعني واحدة من الأفكار عفوا ذكرتها يعني اشتغلنا بيت الاستقبال مفتوح على المطبخ حلو فالتلفزيون خلينا هو بهذا القاطع الوسطي اللي هو بين الاستقبال والمطبخ فالتلفزيون يفتر على الصفحتين حلو فتقدرين تفري على المطبخ تقدرين تفري على الاستقبال فكرة هسرع اللي قاعد بال 360 درجة قاعد بالمطبخ إذا تريدين على الهول تفري على الهول إذا هذا تفري على المطبخ فهاي واحدة من الأوبشنات يعني بالأثاث يعني التصنيع طبعا موفقين يعني على هذه الافكار الرائعه افكار ايجابيه صراحه حلوه وقدرت اليوم تستثمرون المساحات الصغيره طيب خلينا نتحدث ايضا حتى عن الشقق اللي هي ممكن مساحاتها تكون 100 متر او 75 متر عاده العوائل تخطئ باختيار الاثاث لها المتعارف عليه انه خلاص انه صاله الضيوف ممكن يختاروا لها القنفات اللي داير مدايرها وبالتالي راح يكون صح. ضيقة ويعني ما حلوة كيف تحاولون قدر الإمكان أنه تتعاملون مع هذا الموضوع وأكيد يعني مجربين أنه اليوم تشتغلون على الشقق وتصمموها كديكورات من حيث الأثاث وترتيبها نعم إحنا أول مرحلة نلتقي بالزبون نسوي كشف موقعي للمكان يطلع كادر هندسي مهندسين معماريين ومهندسين مدني ناخذ قياسات اوليه للمكان وراها نسوي مرحله مناقشه ويا الزبون حسب الافكار اللي رايدها داخل الشقه وداخل تدرسون ذوقه هاي نقطه مهمه طبعا الذوق انه بيا ستايل دا يتجه هو احنا طبعا دائما نتجه للبساطه اكثر شيء بس اكو زبون تتجه لل
نمط الكلاسيكي، نمط المودرن، نمط النيو كلاسيك، كل هي الأنماط هي حلوة بس تعتمد على شخصية الزبون. أكيد. مرات حتى عمر الزبون، يعني اليوم العمر الشباب يتجه للمودرن أكثر، صح. الأعمار الأكبر تتجه للنيو كلاسيك، الكلاسيك يفضلوا أكثر خصوصا غرف الاستقبال. فقعدنا ويا الزبون احنا راح نحدد متطلبات كل غرفة شنو رايد لا. بيها. قبل التنفيذ احنا عندنا مخططات تنفيذيه نسوي، يعني توزيع الاثاث داخل الغرف. نعم. تتضمن الاثاث، يتضمن النقاط الكهربائيه، تتضمن حتى الاناره اللي داخل الغرفه شلون راح تكون توزيعها بالضبط. يعني كل هاي التفاصيل هي تاثر على المساحه والشكل العام صح. للغرفه. اليوم الاناره اذا نستخدمها بدرجات لونيه مختلفه، كل فضاء له درجته اللونيه الخاصه به. فاختلاف الدرجه اللونيه اذا كان الاختيار خطا راح يشعر بعدم الراحه للبيئه اللي يسكن بيها. فكلها تندرس مبدئيا ويا الزبون، تتقدم خرائط اوليه مدروسه بها القياسات بحيث تكون قابله للتنفيذ، مو مجرد انه تصميم ما يتطبق واقع حال. وراها نبدي مرحله التصاميم الـ 3 دايمنشن اللي هي تكون اشبه بصوره متكامله اللي شلون راح تظهر بالواقع اذا نفذناها. ورا ما تتم الموافقه نسوي مخططات تنفيذيه حتى للصور الـ 3 دايمنشن بحيث تروح للكادر التنفيذي خرائط متكامله مدروسه بكل النواحي الكهربائيه والصحيه والتكييف والاناره والاثاث التصميم مالته. حلو. زين خلينا نتحدث اليوم ابرز المشاريع الكبيره اللي حققت نسب انجاز عاليه بها، تفخرون انه دائما انتم تذكروها وتحبون تعيدون هذه التجربه، شنو هي ابرز المشاريع؟ والله عده مشاريع، يعني من 2004 لحد اليوم هو مشاريع نفسها. نجم المشاريع كان بهذا المشوار وهذه الرحله؟ مختلفه، يعني يمكن مطار بغداد يمكن يعني يعتبر واجهة البلد بصراحة، فنفتخر انه نفذنا فتشي داخل مطار بغداد. حلو. بالسوق الحرة. ونتمنى المغادرة والوصول. بالضبط، مغادرة ووصول، يمكن هاي الصور بس المغادرة، اكو عندنا الوصول همينة. هذه سلسلة مطاعم فرايد تشيكن. نعم. يعني أكثر من فرع مطاعم فرايد تشيكن المعروفة يعني. أكيد. حلو، ديكوراتها حلوة. أي عيادات تجميل همينة كلش هواية. مركز كوديفا. بالأربع شوارع باليرموك. وكذلك الدكتور احمد وساره هم من المركز وعياده ساريتها الدكتوره ساره طائي هم حتى سويت لهم اعلان ببلاش. وبالاضافه الى الكوفي هاوس، شركه النبع للحاسبات، نفذنا جزء من الجامعه الامريكيه من الاعمال. نعم، نفذنا شركه النبع للحاسبات، شركه سيمنز، يعني هوايه شغلات، ورق النعناع الشهيره للعطور. يعني زين المده الزمنيه اللي دائما هي تكون اكو عقد ما بين الطرفين على مده التسليم، ما بين ممكن من سنه او سنتين، وبهذا الاحيان ممكن حتى يكون 6 شهور. نوصل للتسليم. اكو حتى اكبر المشاريع يعني ما توصلون هذا الرقم. يعني اهم نقطه بصراحه تحكي اثناء يعني المشاريع انه منو نفتخر بيها. اهم نقطه احنا عندنا ويا الزبونين سرعه الانجاز 12 سنه، بغض النظر عن السرعه هم نتحدث عنها. زبائننا اغلبهم يعني اكو زبائن عندنا صار لنا 10 سنين وياهم وثمان سنين، اكو عده مشاريع متعدده وياهم يعني تصير. السبب انه نعتز بهاي العلاقه ويا الزبون، اكو مصداقيه متبادله بيننا وبين الزبون، لذلك انه الزبون دا يجينا اكثر من مشروع. اليوم الشهير احنا منفذين لاكثر من 8 مشاريع. نعم. فرايد تشيكن اكثر من 6 مشاريع، وكاله كولد ستون الامريكيه بسبب الالتزام المهني ما بين الطرفين. بالضبط، اكو التزام عدة نواحي مالية، التزام، نعم. مصداقية بالتصاميم، مصداقية بالوقت. بصراحة الوقت اليوم نحاول نسيطر عليه بس ما نوصل 100% بالسيطرة، ظروف مختلفة، صعب العمل. صح. ممكن التأخير شهر شهرين ثلاثة، لكن أنه يستمر على سنوات هذا الموضوع راح يفقد الثقة. صدقين يعني ما وصلنا أشهر الحمد لله، بس اكو مرات والله يعني بنفس الوقت اكو تاخيرات. صح، نعم تصير يعني بسبب يعني اكو ازدحامات او طرق او موجات تراب يعني اللي صارت او عطل ممكن تصير بالضبط فعلاً. او يعني عطل رسميه او هذني الشغلات. بس بنفس الوقت عندنا يعني اكو شغلات ننضغط بها، خاصه يعني ايام رمضان يجي زبون يقول انا بدي افتح على العيد. فاحنا هذه نشتغل شفتات يعني جديات ايام منا يعني صبح وليل. الله يسعدك. يعني برمضان يعني قبل الفطور ورا الفطور للسحور، فعلى مود الزبون يفتح بالعيد، لان تعتبرين يعني المطاعم هذا يعني عند العيد هو موسم يعتبر. صح. فاكو ايام، واكو ايام وكالات تفرض علينا، يعني هو وكاله امريكيه او وكاله جايه من عمان يقول لك انا بفلان يوم لازم افتح او قبل محرم لازم افتح.
فهذه يعني انه احنا مرات قبل المده نسلم. هاي ضريبه النجاح. اي هذا التعب. اي والله التعب، بس الحمد لله الثمره موجوده. يعني انتم مع بعض صار ايش كذا؟ صار 23 سنه ما شاء الله. انا ويا من صف اول متوسط تعرفنا. انتم زملاء مدرسه؟ مدرسه ووراها كليه سوا. جمعنا بالصدفه زملاء عمل. شلون طلعتوا معدل سوي او لا لا المعدل يا ابو هندسه شلون؟ احنا سابقا كنا ثانوي متميزين شطار. يعني كنا اصدقاء من الاول متوسط والثانويه كان 6 سنين فاستمرت علاقتنا. يعني بالصدفه جمعنا بالكليه، يعني اللي هي احنا خريجين هندسه معماريه. يعني انفصلتوا يعني؟ عمارة. لا لا نفس الكليه نفس الجامعه. لا لا قبل ما تقصدون الكليه قبل ما توصلون. لا لا مدرسه احنا استمرينا. لا استمرينا 6 سنين بس قصدي يعني بحكم المعدلات انه مثلا واحد جزء ممكن يطلع طبيه واحد هندسه واحد. هو طلع معدل طبيه صراحه بس كان اهم حاجه بالمعماري. حلو. مستوى كان رايد صيدلي فمعدله قبل معماري فانجمعنا سوى المعماري. بس انت تجرحها بالمعدل يعني؟ لا بالعكس. لا بالعكس صار لي واعس يعني صار حافظ تنافس بالعكس في جمعتنا. لا هو يقول انا طلعت طبيه بس كان هدفي وطموحي انه هندسه. لا بالعكس لا فصار انه واهس واحد للثاني سوى واهس اولا صراحه يعني الجامعه سوى صار هذه العلاقه يعني. هي فريده من نوعها لانه اليوم حتى بين الاخوان ما يستمرون ممكن هالقد يعني البعض قل القلائل انه اصدقاء يصيرون اخوان دنيا ويجمعهم الوقت. زين هسه افتهمنا مرحله الدراسه مرحله الكليه اثنيناتكم اتفقتوا هندسه العمل شلون جمعتوا مع بعض؟ والله هي جتني الفكره يعني قلت لك وانا ما تخرجنا يعني استقلينا بعمل خاص يعني بالبدايات يعني انفصلتوا يعني ايه تقريبا يعني انا كان شغلي بالبدايات يعني بسليمانيه وهو شغله ببغداد وهذا بس اكو تواصل بس اول عمل اشتغلنا سوا اول شركه اشتغلنا داومنا موظفين بشركه زعل عليه ما اتذكره همينا سوا اشتغلنا بيها صحيح بالاضافه الى الورشه اللي هي البدايات اللي كانت مالتنا يعني فكنا بالورشه مستمرين باشياء بسيطه. هسه استاذ مهندس محمد انت صاحب الشركه احنا مؤسسين شركاء بس هسه اسال الفكره الاساسيه للشركه منو كان نواة الشركة منو كان؟ يمكن شركة أستاذ علي ما حضر ويانا اليوم كان لقاء بالصدفة التقينا بتصاميم على محل أيضا مهندس؟ هندسة حاسبات بس عنده يعني المام كلش قوي بالأعمال الكور فالتقينا بموضوع أنه تصميم المحل معين وتعرفنا سوا وأنا كانت يعني علاقتي بالصورة مصطفى كانت بسليمانية يعني يمكن مره قاعدين وتناقشنا موضوع انه نفتح الشركه فبدينا يمكن اول مشروع قلنا نجربه قبل نفتح الشركه طبعاً حلو مجازفه يعني احنا منفذين قبل بس ما منفذين بشكل خاص لنا فحبينا انه احنا نصمم اول مشروع سوا انا ومهندس مصطفى صممناه ونفذناه. شنو كان اول مشروع؟ اول مشروع مطعم سيتي سنتر بالحارثيه. هنا حلو يعني اولا هسه احنا عرفنا سر النجاح طبعا اول شيء حبكم البعض حبكم للهندسه اصلا هي نفسها هو اللي يخليكم انتم تبدعون بهذه التصاميم. زين خلينا نتحدث اليوم عن البدائل مثل ما نعرف انه كل سنه اكو فد ابديت ينزل بالمواد الاوليه حتى بمواد التزيين الخارجيه والداخليه شنو اليوم البدائل المواد الاوليه الاقل كلفه والاكثر متانه اكو اقل كلفه واكثر متانه ومثل ما نعرف انا ذكرت لك قبل قليل انه خلف الكواليس نتحدث انه اهلنا كانوا اهم شيء عندهم بالواجهات الخارجيه من على مود السيفتي والامان الكتائب الحديد صح. اليوم شنو بدائلها وشنو هي اسعار التكلفه اكو فعلا اقل تكلفه واكثر متانه وسيفتي يكون عالي اكثر او هي كتائبنا كتائبنا صح تفضل تدرين شنو ستبه اللي عندنا هسه البدائل اللي موجوده نعم خلينا نبلش من المواد الاوليه المواد الاولية مو هي المواد الاوليه بيها يعني فد قاب باختصار يعني لا باختصار بس يعني مثلا نبدي مثلا بورسلاين اللي هو البورسلاين هو بانواع كلش هوايه صراحه طيب. وموجوده بالسوق اكو الايراني واكو الهندي واكو الاسباني واكو التركي حتى اكو الايطالي افضلهم فالافضل انت طبعا يعني اللي هو الايطالي والاسباني يعني. زين بس القاب مال السعر مرات يصير كلش عالي يعني مثلا اكو الاسباني يبدي مثلا من نهايه ال 18 19 ويوصل لحد الاربعينات خمسينات همين الايطالي يصعد مثلا فوق هذا السعر الهندي اقل فهذه حسب يعني رغبه الزبون وحسب اللي السعر اللي يسمح لنا يعني بس اكو بالمناسبه هم البدائل هي همينه قويه يعني مثلا هسه
اكو بورسلاين يعني هندي يتميز يعني يصير فول بادي يجي طبقه التزجيج مالته او تجي فيعني اكو بدائل تصير بس هم تبقى يعني انه الاشكال والشيء والتفاصيل هذه حسب الاختلاف. ومن الشغلات اللي متخوف من عندها الزبون مثل ما تفضلتي بالكتايب هي هواي اكو احنا لحد الان نواجهها. شنو يعني البدائل؟ يعني انا دا احكي هسه كبدايه التخوفات اللي نواجهها اي انه هوايه من الناس يقول لك البورسلين مو زين، انا ما استخدم بورسلين لين يكفى. فهذه يمكن واجهتوها انتم يعني خلال مراحل البناء او سمعتوا من احد اقارب. احنا المشكله لان الايدي العامله اللي تشتغلها او مثلا مرات المقاولين يشتغلوها بطريقه مو صحيحه فخرب سمعه الموضوع يعني او الماده تحديدا او الماده بالضبط كبورسلين يعني. ونفس الشيء مثلا يقول لك ورق الجدران يخلع من الحائط مثل ما تعرفوا صاحب الحر ممكن انه ما يتحمل لو هيطلع يعني تحت الشغل يعني احنا اكو مشاريع صار لها 8 سنين و7 سنين يعني ونفس الاجواء يعني اللي هي الحر والهذا فهو قلت لك يعني حسب الحرفيه وطريقه التنفيذ بالضبط. هاي كلها تعتمد يعني شلون استخدم البورسلين بصوره صحيحه ماكو جوا فراغات يعني شلون اطبقه بصوره مضبوطه يعني الايد العامله شلون تضبطه. فنفس الحال يعني بالنسبه اكو هوايه تخوفات يعني بالصبغ وخاصه ام البيت تقول لي كاني ما اشد ورق جدران من نشل عيش على الحائط يعني جديات هوايه اكو تخوفات بنواجهها لحد الان بس الحمد لله يعني بدات النظريه تتبدل العالم بدات مثلا تطلع عن طريق السفر او الانترنت او المسلسلات او شيء حتى البرامج اليوم اللي نزلها على الهواتف المحموله بها هوايه اوبشنات بالضبط والتوعيه اللي بفضل حضراتكم يعني هم يعني اكيد جهودكم يعني موجوده دائما يعني وحاضره طبعا شكرا يعني مهندس محمد ومهندس مصطفى نورتونا ان شاء الله يا رب يديم علاقتكم ان شاء الله وشركتكم تكون اكبر واكبر واكبر وتكون عندكم فروع بكافة أنحاء العالم هي طبقة الأوزون مغطية العالم كله يمكن هذا هدفكم. زين هسه أنا قبل ما أروح للاستطلاع أول شيء شكرا لتواجدكم معنا شنو حلم تتمنون يتحقق إلى الآن يعني تسعون مو تحلمون بيه تسعون أنه يتحقق الواحد يحلم ما ينفذ لكن يسعى ينفذ ما يتمنى يعني يمكن هدفنا بالمستقبل مشاريع اللي نلزمها يمكن مشاريع خدميه هم يمكن مستشفيات حديثه اكثر حلو ما اشتغلتوا مستشفيات الى الان يمكن اشتغلنا مستشفيات اهليه ردهات اشتغلنا غرف الاشعاع الكانسر اشتغلنا بيها عفانا وعفاكم الله بس المستشفيات الرئيسيه ما طبينا بيها يمكن نريد نحقق هذه اجواء مريحه حلو يمكن خدمية يطب يقدر يحس بالراحه حلو حاله نفسيه علاج قبل العلاج الطبي عسيدك وموفقين يعني وحلم حضرتك اللي تسعى والله هو حقا. يعني احنا دنسعى نقدم فد شيء يعني الواقع حالنا يعني اللي هو حلو. يعني مثلا واحد يعني يحاول بطريقه معينه يخدم مثلا على البلد او يقدم فد شيء ان شاء الله او كناحيه الذوق العام يعني ان شاء الله يعني يسعى يقدم فد شيء اللي هو موجود يعني سواء هنا ببغداد او بقيه هذه يعني الاماكن يعني شكرا انا فرصه سعيده شرفت بحضرتك احنا سعيدين يعني شكرا لك طبعا جدا سعيد بلقائكم احنا اسعد وفعلا ان شاء الله نكون حاضرين وياكم ونستضيفكم لما تنجزون وتحققون احلامكم وان شاء الله يا عزيزه حلمك يتحقق وحلمي وحلم كل المشاهدين ان شاء الله واحنا من الشغلات صراحه قبل نختم اللي نفتخر بها اللي هو هذا الاستوديو اللي جمعنا اكيد اكيد شكرا لكم على استديوكم مستمتعين اهلا شكرا لكم يعني شايفين باحسن ما يكون يعني شكرا لكم كل التوفيق ان شاء الله فعلا اليوم كل الاحلام لكن الاحلام ما تتحقق بالتمني تتحقق بالسعي يا زهره فعلا يا احبه لذلك مشاهدينا نروح نتابع هذا الاستطلاع وبعدها راجعين لكم